رقاقة رقم 5؟ لا، رقاقة المعالج رقم 2.4؟ هي السلك الأصفر؟ لا، وأهم شيء فرشاة الأسنان قبضتها آمنة وأسنانها ناعمة، لازم تكون ضروسي نظيفة وغاوية. أهلاً اعتناء. أهلاً، هل أنت مستعد لروتين عملية تنظيف الأسنان؟ أكيد مستعد. يعد إضافة معجون أسنان غني بالفلورايد إلى فرشاة الأسنان أمراً ضرورياً لتنظيف الأسنان بشكل صحيح، حيث يساعد الفلورايد في الحفاظ على صحة الأسنان وقوتها. نبدأ بتفريش الأسنان ابتداءً من الجهة اليسرى إلى اليمنى للأسنان العلوية، ومن ثم 30 ثانية للجهة اليمنى من الأسنان السفلية، 30 ثانية للجهة اليسرى من الأسنان السفلية. الرجاء بدء عملية إخراج المعجون من الفم. ابتسم. انتهت العملية بنجاح. سيتم ضبط الساعة لروتين عملية تنظيف الأسنان المسائية. أتمنى لك يوماً سعيداً. إلى اللقاء. واو، شيء عجيب، صدق النتيجة فوق الخيال. Thank you.